أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل القليب يوم بدر احتج به من يقول إن الأولياء يسمعون من يطلبهم، فكيف الرد على هذا؟ هذول أولياء اللي في قليب بدر، سبحان الله، وش الاستدلال المغلوط؟ هذول ما هم أولياء، هذول أعداء الله، والرسول كلمهم من باب التوبيخ والتعذيب. ايش يجيب هذا لهذا؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.